أبو ألو، مساء الخير. مساء النور. ممكن تحدثنا عن قائمة الازدهار لتخوض الانتخابات القادمة للمجلس المحلي في 11/11؟ طبعا قائمة الازدهار هي قائمة بظن أنها من أكبر القوائم، ورايح يكون لها تأثير على الساحة، لأنه هاي القائمة هي قائمة مشتركة وبتدعي للمساواة بالبلد وعدم التحيز لأي إنسان كان. أنا بالفترة السابقة اللي هي الحالية للمجلس الحالي كتير أشياء تعلمت من الأوضاع اللي كانت موجودة ومن التفرقة ومن التحيز مع بعض الناس من قبل الرئيس، وهاي كانت شغلة واضحة للناس كلها في البلد. وأنا بتأمل إنه قائمتي تنجح وتكون من أكبر القوائم ويكون لها تأثير على أساس تقدر تخدم أهالي عبلين بالتساوي بدون أي تفرقة لا طائفية ولا عائلية ولا بين فرد وفرد. بالفترة هاي اللي أنت بتحكي عليها، شو المشاريع اللي أنت بتعتز أنك أنت كعضو مجلس كنت في المجلس المحلي ونائب رئيس تفتخر فيها أنك طرحتها؟ أولا أنت بتعرف منيح أني أنا كنت مسؤول عن قسم الجباية، وأنا بفكر أني نجحت بالسنة الأولى بالنسبة للجباية بجهودي الفردية اللي أنا قمت فيها بزيارة البيوت وجمعت مصاري واتصالات مع مئات الناس، وأكيد الناس رايحة تقرأ هذا الخبر وبتعرف أني اتصلت فيها على أساس أستطيع جمع أكبر نسبة من الأرنونة للبلد من داخل للمجلس المحلي. وبالفعل بشهر 10/2011 قدرت أني أصل للمبلغ المطلوب حسب وزارة الداخلية اللي هو الياعد المحدد للداخلية، وهذا أنت بتعرف منيح أبو جنان أنه أخذنا فيه 2,000,000 وشوي هبة من الداخلية. وبنهاية السنة في الهبة بياخذوها على الإدارة الجيدة، على أساس أنت كنت شريك في الإدارة. لا على أنا بحكي الداخلية على جمع الأرنونة من ضريبة السكن للمجلس المحلي. لما إحنا وصلنا النسبة المحددة أخذنا المنحة. وبنهاية السنة أنت برضو بتعرف إنه إحنا اقترحت علينا الداخلية مبلغ اللي هو 4,700,000 منحة، وقدهن بقرض بفائدة بسيطة على أساس نسد الدين اللي هو تيك الإحود. وأنا بظن أنت ملف التوحيد أنت مطلع عليه 100%، لأنه أول ما وافقنا على المبلغ أنت استلمت التيك أنت وفخري شيخ أحمد، وبعد خلال شهر أو شهر ونص لذاك الرئيس، ولأنه أنتم ما عملتوش ولا إشي في التيك فحول التيك إلي، وأنا قدرت إني أسكر التيك بقدر أقول بنسبة 99%. الرئيس طبعا صف منه تيكين تنين، وللأسف يعني كان أكبر تيك اللي هو ما خصمش غير 5% على هذا الشخص اللي هو من عتليت. أنا أقل إنسان خصمت عليه 25-30% لإني أبناء البلد، أما اللي من برية البلد خصمت عليهم 35% و40% و45%، وحتى بعض الشركات التأمين 50% وصلت معاهم. وأنا بفكر هذا كان أكبر نجاح للمجلس، وللأسف الرئيس اليوم عم بيستغله، بفكر إنه الناس يعني مش عم بتشوف. أنا نزلت على الإنترنت إنه حاطط بيان إنه عنده أوديف تكسبي، نزلته من الإنترنت، فبجد انه بيحكي على فتره 2011-2012. انا بحب من هون اقول للرئيس هاي مش بجهده، هاي انا اللي قمت فيها، انا فريت على بيوت جماعه ارنونه والموظفين بيعرفوا، انا اتصلت في مئات البيوت وجماعه ارنونه والكل بيعرف، فهذا كان على الاقل يشكر شكر لي. وانا بذكرك بشغلي بنهايه 2011 انت طبعت هناك مجلد صغير وحكيت فيه وسألتك ليش أنا لم أذكر، ليش أنا ما انذكرتش في هاي الإشي بالرغم أني أنا اللي قمت في هذا العمل، أنا جمعت الأرنونة وأنا اللي سديت التيك، فعلى الأقل كان بيطلع لي شكر مش
بيجي بتوجه للناس بقولن خلافي على المعاش. انا ما كانش خلافي مع مأمون على المعاش، انا خلافي معه قبل مقبوض المعاش كان عندي خلاف انا وياه، وانت برضو بتعرف، وخلافه انا اقبض المعاش كان معه، وبعد ما خلصت المعاش خلافي معه على عدة اسباب. انا بدي اجيب لك مثل بسيط من اول شهرين ثلاثة لما بدينا بشارع المرج، كنت اطلع على الشارع اشوف كيف الشغل، فوجدت انه حاطط ابن عمه هو المراقب على الشارع، فسألته انا شو بتعمل هون؟ قال لي انا مراقب. طب حطوا مراقب بالرغم انه عندنا اثنين قابل مجلس، في مهندس سمعان زهران في وديع ابو غنيمي، هذا استغلال لاموال البلد يعني للمقربين له لابن عمه، حتى ما قدرتش اعرف قديه حاسبه وقديه دفع له. يعني شو انت بتتوقع اقول لك على الرئيس بمنع نائب رئيس يفحص تيك يشوف شو طلع من هذا على الشارع شو انصرف؟ هاي واحدة من الخلافات، وكان اللي جدل معاه عليها كتير. على الوظائف كان اللي جدل معاه كل ماش بقول لك عيلتي وعيلتي، طب ما في عائلات تانية، ما انا عندي عيلي وكل الناس عندها عائلات، وانت عندك عيلي وهو عنده عيلي، كل انسان عنده عائلة. فمن هون يعني كان انتقادي له لانه ما كانش التوظيف بمساواة. انا اليوم شعاري هو المساواة في هذه البلد بدون تفرقة، لا مسلم ولا مسيحي ولا عائلي ولا بين فرد وفرد، بينما أنا بشوف الرئيس اليوم بفرق بين إنسان وإنسان، بين بيت وبيت، حتى بمجال العمل. أنا مرقت على الشارع مثلا مزفق، أطش جنب مرشح معاي 30 متر وكمل، هل هذا يعني منطقي؟ إذا منطقي بقول لأنه هون في مرشح وهو نازل ضدي، انا بمرق الزفت وبكمل بقيه الشارع، والشارع اخطر نص كيلومتر، كيف يعني بقطع 20 25 متر؟ فانا باسف على هذا الشغل. وين المحل بتقدر تقولنا؟ بحدد المحل باب بيت مشهور عزام، وبقدر كل مواطن يروح ويشوف. انا مع تزفيت الشوارع، انا مع كل مصلحه للبلد المجلس يقوم فيها حسب الاصول، وفي كيف بسموه، في ناس بحاجة أخطر من ناس، أنا بقول وين في حاجة لازم ينشغل، بس الشغل يكون على أصوله. أنا اليوم بطلع بس من نمرح زفتي خمل 2 سنتي و 3 سنتي و 2.5 سنتي، وأنا بشوفش هذا الشغل إنه هيك لازم يكون، وأنا بتوقع إنه خلال الشتوية اللي جاي تبين هذا الشغل كيف وراح يكون ضرر، وأنا متأكد وبدي. أنا شفته وطلعت على طمرة من طريق المقبرة اخواننا المسلمين، شفت صار الشارع حافت من اليوم، ما صاروا الشارع صار. انت بتحكي على كل الملفات هاي انه كان في سوء اداره، بس شو السر انه ما فيش في المجلس المحلي حشام مربي او محاسب مرافق مثلا؟ ايش هذا بدل؟ انا بكون موضوعي يعني انا موضوعي 100%، لانه بهاي الفتره اللي اجتزنا فيها سداد الدين وجمع الارمونه وكذا لحد اليوم فيش محاسب مرافق. انا فاهم كل المجالس في المنطقه في عندها محاسب مرافق. مزبوط لانه اليوم انا بتوقع يعني بعد الانتخابات لما بتنعرض الميزانيه الجاي راح يشوفوا قديش المجلس مديون، وانا بتوقع 100% بالاشهر القادمه راح يكون خشب ملبي. يعني انت الفتره اللي كنت فيها كان في وفر في المجلس المحلي بالميزانيه، كان في وفر، كيف البيانات مبينه؟ من 2000 من اخر لحد 2013 ل 2013 كان ماشي 100%، فمن نص 2013 بدي الشغل بدون مسؤوليه، انما لمرادات افراد او اشخاص واستغلال ظروف للانتخابات. طيب هسه انت في البيان الاخير اللي اصدرته بالنسبه لقضيه، هسه احنا بجو معركه انتخابيه، طبعا في جو المعركه الانتخابيه كل واحد يتخذ موقف من المرشحين الرئاسي. بالبيان الاخير اللي اصدرتوه انتم كقائمه الازدهار اقريتوا انه عدم التفاوض مع الرئيس الحالي، هل عندكم نيه تتفاوضوا مع الرؤساء الاخرين او عندكم نيه يعني انه تتوجهوا للرؤساء الاخرين اذا بدكمش تفاوضوا الرئيس الحالي؟ احنا طبيعي بدنا نفاوض رؤساء وبدنا نقعد مع رؤساء، احنا لحد هسه فيش عندنا قرار معين، انما طبيعي راح يكون مفاوضات، بس مع مأمون مش راح يكون مفاوضات بسبب تصرفاته. وانا برجع وبقول اخرى مره، الشغل اللي بقوم فيه شغل عشوائي، انا بطلع اليوم في شغل في ساحات باب بيوت،
مش على شوارع رئيسية وفي تفرقة بين شغلي وشغلي، وكتير محلات الشغل هو مش مزبوط. أنا بديش أذكر أسماء اليوم لأنه أنا مش جاي أفتح جبهة مع المواطنين، بالعكس أنا عم بقول الشغل وين في حاجة للشغل لازم ينشغل، بس مش بالصورة اللي بيشتغلوا فيها اليوم. أنا ضد الطريقة اللي بيشتغلوا فيها. هل برأيك ستحسم الرئاسة من الجولة الأولى؟ أنا حسب رأيي كل شيء مفتوح، لسه فيش إشي مبين، فيش وضوح 100%، أما كل شيء مفتوح أنا بقول. كل شيء مفتوح. يعني ممكن تكون جولة ثانية. ممكن وإذا كان جولة ثانية وين موقف قائمة الازدهار؟ طبيعي. إذا كان جولة ثانية. أنا عم بقول لك. مين بيكون منافس إذا حتى بالجولة الثانية فيش مفاوضات مع الرئيس الحالي؟ لا. لا. فيش مفاوضات قطعياً معه. وبعدني برجع بقول بسبب تصرفاته. مش بس يعني اليوم أنا بدي أجيب لك مثل. وهاي قالها في عدة محلات، أنا بدي أحرق مصاري وأعطي الناس اللي أحرق أصوات لأبو ألون، ودليل عم بعطي الناس اللي هي نازلة ضدي أو المقربين إلي بالقرابي بحكي على أساس بفكر هيك بنزل من أصوات أبو ألون أو من تأييد أبو ألون. أنا بفكر إنه الناس أهل البلد واعي وبتعرف، وبتعرف المرشحين كلياتهم، وبتعرف مين المرشح اللي بيفهم بالشغل واللي بيعرف واللي بيقدر يوقف ويحكي في المجلس، مش مهم مين يكون بالمجلس. انا مع احترامي للجميع، اما انا بخجلش اقول في ناس ما لهاش معرفه. يعني كمان لك راي في عمليه انه كثره قوائم العضويه، في 11 قائمه عضويه، 12 يعني مقام رئاسه الشمس اللي بترأسها صالح سليم، في 11 قائمه عضويه، شو رايك بكثره القوائم؟ انا حسب رايي هذا غير صحيح. يعني انا كنت بفضل يكون تكتلات للقوائم احسن من حرق الصوات وسقوط قوائم. رايح يكون سقوط قوائم، انا بقدرش اقول مين القوائم. بدي اتوقع من كم قائمة تسقط من 11؟ انا بتوقع بين 2 ل3 قوائم. وعلى ذلك يعني انا بقول انا مش راضي، وهي للأمانة بقولها انه عن هذا الوضع. لو كان في تكتل بين كل قائمة والتانية كان القوائم بتنجح وبكون احسن للبلد. يعني وانتوا قائمتكم رح تعمل فايض اصوات مع حدا اذا انكم نيه يعني؟ اكيد بتوقع. بعدنا بس ما فوضناش ولا حدا، اما اكيد رايحين نعمل. اكيد رايحين نعمل. تصورك لجو المعركه الانتخابيه، الحمله الانتخابيه القادمه، تصورك يعني وكلمتك من شان كيف تكون الحمله الانتخابيه القادمه؟ اولا انا بقول انتخاباتي انتخابات ديمقراطيه. انا عندي مقضي يعني وعم بقوله على الرئيس، وعندي كثير حكي اقوله عليه، اما بفضل يكون كل شيء ضمن الاداب والانتخابات تمشي بجو هادي وديمقراطي وبدون تفرقه وبدون استغلال طائفي او عائلي، انما يحافظ الكل على النظام وعلى الهدوء، وتكون انتخابات كيف بيقولوا لا حتى مثل للقرى المجاوره حول عبلي. وبتفضل ما تستعملش القوائم الملصقات انما تستكفي في الدعايه الشخصيه والمباشره مع المواطن؟ انا بفضل، واذا كان في استعداد للكل يمضوا على وثيقه للمحافظه على الهدوء وعدم استخدام اللافتات على الحيطان او على العمدان او في الشوارع، انا اول انسان موافق. بنحافظ على نظافه البلد، وبفكر ما بصيرش اي مشكله واحد يقول للثاني علقت على ورقتي وعلقت على ورقتك وانت. انا بفضل هيك يكون. اذا بتحب كلمه توجهها للناخبين في ابلين، لاهالي ابلين ولناخبينك. اولا انا بوجه كلمه لناخبيني انه يحافظوا على الهدوء وعلى النظام واحترام كل القوائم. اما بالنسبه لاهل البلد بتوجه لكل المواطنين انه يطلعوا يستغلوا هذا الدور الديمقراطي للانتخاب. كل انسان بيطلع ينتخب هي هاي تعبير عن الديمقراطيه وعن عطائه للمرشح اللي هو بايده انه يمثله يدوره على اي شخص بيعرفوا انه ممكن يقوم بدور الاماني والاخلاص ولمصلحه البلد ويعطوا صوته.
أنا هون بوجه كلمة للرئيس إنه كفاء يعمل دعايات علي إنه أنا قمت في معارضة لتزفيت ساحة الجامع. هاي تهمة باطلة وغير موجودة. أنا بالعكس أنا توجهت للرئيس بفترة اللي كنت في الائتلاف من قبل سنتين أو في بحدود السنتين حتى أنه يعطي الساحة هاي اللي صومها واليوم عم بيعملها مصطفي يعطيها للطائفة ولجمعية الطائفة الإسلامية، فكانت معارضة شديدة منه ومن فخري. قال لي هاي مش طائفة، هاي جمعية لضر حضر وأنا بعطيهم شيء لها. فأنا بالعكس بقول هاي بتخدم الطائفة الإسلامية ولازم تعطى إليهم. هو عارض حتى وبشد عارض هو فخري وبيتهمني أنا بعارض تزفيت ساحة جامع. أنا لا يمكن أعارض شيء لبيت الله أو للجامع أو للكنيسة، بل بالعكس حتى مستعد أتبرع وأساهم أنه يطور أكثر في ساحة الجامع والكنيسة. فأنا بطلب منه ما يستعملش هاي الطريقة، هاي نوع من الفتن الطائفية وأنا ما بقبلها برفضها بشدة. أنا بالعكس أنا بدعي للمحبة والإخوة والمشاركة. أنا بعتز لما بروح على أي مناسبة سواء فرح أو كراهة بلاقي ناس من الطوائف كلها، بعتز وبرفع راسي أخرى فيها لأنه إحنا هالعبلين جاي كنا هيك وبدنا نضلنا هيك إن كان بده مأمون أو بدهش مأمون، فما يستغلش هاي الظروف. وشكرا. شكرا شكرا.